السادسة بداية حلقة جديدة. مساء الخير وأهلا وسهلا بكل أهلوية اللي بيتابعوا حلقة النهاردة. مبروك قبل النتيجة العرض القوي الحقيقة اللي قدمه الأهلي قدام أنبي امبارح. بقالي كتير صحيح يمكن مش الأولى، يمكن شفنا تطور كبير جدا في أداء الأهلي بداية من مباراة الترجي في تونس، أكد عليها الأهلي في مباراة العودة في القاهرة، وكنت مستنيها حقيقة أشوفها في الدوري عشان تبقى قاعدة مش استثناء. شكرا مارسيل كولر اللي عاد لنا البهجة. مش فاكر يمكن آخر مباراة فيها استمتعت بجماله وبحلاوة النادي الأهلي بالشكل ده. امبارح الأهلي قدم كورة على أعلى مستوى، الأداء اللي احنا بقالنا كتير كأهلوية بندور عليه ومستنيينه. يمكن تكون السلبية الوحيدة وهي إيجابية من ناحية تانية، ولكنها كانت سلبية بالنسبة لي هي فرصة أو إهدار الفرص الكتيرة اللي أتيحت للنادي الأهلي، واللي لو وفق الأهلي في نصها كان طلع بسكور كبير جدا. وأتمنى إن شاء الله بإذن الله أن الأهلي يستمر على نفس الأداء ده والمستوى ده اللي بالتأكيد واضح فيه بشكل كبير. مش محتاج تكون خبير ولا محلل رياضي عشان تفهم أن الراجل ده أصبح صاحب بصمة حقيقية، وهو بيقدم بدايات لمشروع كبير جدا نراهن عليه في السنوات اللي جاية مع النادي الأهلي. مارسيل كولر شكرا جزيلا.